ثانية تتعلق بالوافدين، بعض التعليقات تقول بأن الوافدين خربوا البلد، ما يلتزمون بالقانون ولا النظام ولا النظافة. يا سادة يا كرام، الوافد هو انعكاس للمواطن، كما يكون المواطن يكون الوافد. هذه التجاوزات والتصرفات الخاطئة وبعض الأخلاقيات والسلوكيات السيئة، من وين تعلمها؟ كيف تجرأ عليها؟ باختصار، شاف أهل البلد يسوون هذه التصرفات وهذه السلوكيات فسوى مثلهم، قلدهم. الآن إحنا نسافر إلى دول ثانية نكون فيها وافدين، إما للسياحة أو غيرها، قبل أن نسافر أصحاب الخبرة يكلمونا وينصحوننا ويقولولنا دير بالكم، ترى إذا رحتوا البلد الفلانية وقفوا بالطابور، خليكم ملتزمين، الالتزام بقواعد السير والمرور، وترى هذه الدول الأوروبية ما تغشمر، ما تسامح، ما في محسوبيات، لذلك خليكم ملتزمين. وفعلا نلتزم وننضبط، فتلاقي المواطن اللي بديرته متسيب، ما يلتزم بالقانون، مو ملتزم بالنظام، إذا راح هذيك الدول تلاقيه يمشي سيدة، يربط حزام الأمان، يوقف بالطابور، ما يقط تكرموا الزبالة من السيارة. فالسؤال هني، شو اللي يغير سلوك المواطن من ديرته إلى البلاد الأخرى؟ ليش بديرته متسيب وهناك صار منتظم وملتزم؟ السبب هو أن أهل ذيك البلاد ملتزمين، محترمين بلدهم، محترمين النظام، فالوافد يقلدهم. أما إحنا في بلادنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا شوفت عينكم يعني، فالوافدين يقلدوننا، لا تلومونهم. إذا شفت أي سلوك خاطئ من الوافد، تجاوز إشارة حمراء، ممنوع وقوف، اسأل نفسك، هل هذا السلوك شاذ ولا متعلمة من المجتمع؟ هل هذا السلوك الخاطئ تفرد فيه هذا الوافد، هو الوحيد اللي سواه، ولا المواطنين أيضا يسوونه؟ راح تعرف منبع الخلل وين. ممكن واحد يرد يقول والله كيفنا، بلدنا وكيفنا، هو لازم يلتزم، بس إحنا عادي. هذيلا ما أتناقش معهم، والكلام مو موجه لهم.